اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا سوء وشر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا وغمومنا، وذهاب أحزاننا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا، واحشرنا في زمرة خير الأنام. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتهجدنا وتلاوتنا لكتابك الكريم. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم اجعلنا وأهلينا وذريتنا وجميع المسلمين من عتقاء جهنم ومن طلقاء النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة ونحن في حياة سعيدة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم يا رب تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم احفظنا في بلدنا، اللهم احفظنا في بلدنا، اللهم احفظنا في بلدنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم احفظنا من كل بلاء وضر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأجدادنا وأجداد أجدادنا ولمن له الفضل والحق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر وارحم لصغيرنا وكبيرنا ولذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه خير البلاد والعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.